إجابتك صحيحة مراد. 12,000 شخص. 12,000 حرقوا في عام. حرقوا في 8 أشهر مازال ما كملش العام منذ بداية 2022. وأستاذ علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب وخلال تقديمه مؤخرا بالمكتبة الجهوية بتطاوين نتائج دراسته الميدانية حول موجة الهجرة الشبابية الحالية للشباب تطاوين نحو يودي في 3 أيام خرجوا 1700 في 3 أيام. خلنا نعطي التفاصيل على الأخبار وبعد نجم نعلقوا. دونك أستاذ علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب عمل دراسة ميدانية حول موجة الهجرة الشبابية الحالية لشباب تطاوين نحو الفضاء الأوروبي. الموجة هذه ساقت من بداية العام لتوا 12,000 حارق من الجهة، وأشار أنه ظاهرة التحاق الإناث بالمهاجرين بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ووضح أنه كل عملية هجرة تتكلف حسب نتائج الدراسة ما بين 20 و30,000 دينار للفرد الواحد. قال كيف أنه الهجرة تسبت بين 20 و30,000 دينار. الحرقة تتكلف ما بين 20 و30,000 دينار للفرد الواحد. شو هذه اتود عملها أستاذ في علم الاجتماع، احنا قاعدين نعطي وفيها هذه اتود عملها دراسة ميدانية اما في علم الاجتماع. انا في الحومة، يعني أنا نعيش مع بيت الحومة، نعرفهم كيف قد يخرجوا ويحرقوا. وين تعيش أنت؟ في باب جديد وفي أريانا. يعطيك الصحة، نحكيو على تونس، احنا لهنا نحكيو على تطاوين اللي عندها الخصوصية. فما الصوم المعروفة اللي يخرجوا بين كل قاعدة دور. هذه نتائج الدراسة، هذه نتائج الدراسة. باهي، ما نجموش، راهو مجهودات ناس يا مراد. مجهودات ناس ما نجموش هكا نحكيو عليها. الناس هذوك من نعيش معاهم. انت تقول انت من الكوتيديان. خلينا نكملوا. دونك الاستاذ يقول انه الهجره تسبب في عديد المآسي والخسائر نتيجه الالتجاء المدخرات الاولياء والاقتراض وبيع الممتلكات والرهن لتوفير المال اللازم. كيف زاده معناها اللي يطلب المهاجر من اموال البلدان العبور من اقاربه في الخارج. كيف الهجره غير المهيكله عندها تاثيرات سلبيه وعميقه على عديد القطاعات كما قطاع الفلاحة والبناء اللي ارتفعت الأجور فيه، وأصبح الالتجاء لتشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء هو الحل حسب قوله. هذه ليتود متاع الأستاذ محمد نجيب بوطالب. تو نجمو نعلقو. دونك نرجع لك أنت مراد أنت تقول أنت في معناها في الكونتاكت وفي الـ في الـ في الـ في الـ في الحومة اللي فماش حومة ما فيش عبيد قاعدة تحرق وعبيد قاعدة تخرج. قديش هكا السوم نتاع الحرقة؟ انت ولا فما برشا نوع نتاع حرقة. فما عبيد توصل في 3 سوايع، فما عبيد توصل في 10 سوايع، فما من الى حسب نسمعك. هي فما من 8 ل 9 ل 10 ل 12 هذوكم هما من 8 ل 12 مع تزيدهم الفلوس نتاع غادي خاطر يلزمهم يلزموا معاهم فلوس باش ياخذوا ترانات واللي ماشي لالمانيا واللي ماشي داروين واللي ماشي فهمت. دونك تتكلف بين ديما 12 كيك 8 و 12. باهي حذن تعليقك على الدراسه هذه. 12,000 شخص في ولايه واحده على امتداد 8 اشهر، معناها رقم مفزع. الدراسه زاد حكيت على انه الاناث ولينا نلاحظهم برشا في عمليات الحرقه، مش كان الاناث حتى الصغار. اليوم ولينا نشوفوا عائلات كامله تمشي ولا كيما صار ام وصغيرها، وذي الحاجة الحق حاجة كارثية ومأساوية. معناتها لي دو لافوا معناها كي تشوف صغيرات ما يفهموا حتى شيء من الدنيا تهزهم معاك وتقرر لهم مصيرهم اللي باش يكون خلينا نقولوا 70% الموت ولو غيست انك تخلط باش ما نقولوش 50%. معناتها انك حتى ريسك 1% على صغيرك نورمال ما تعملوش. فاليوم كي ملينا نشوفوا نعرفوا الفقر، نعرفوا الاحتياج، نعرفوا الظروف الصعيبة في بلادك، اما انك تقرر مصير صغيرك من غير ما انت صغير. اليوم كما قلنا 1% كان فما خطر على صغيرك المفروض ما تهزوش. اليوم ما انت صغار يشقوا بحور هكاكا وفي البرد ودنيا بدات تبرد ونعرفوا في الليل كيفاش والبحر ولي كونديسيون الحق اللي ياسر صعب. فاليوم بالحق كي نشوف صغار ونشوف تصاور نتاع صغار قلبي يوجعني معناها سانسيرمون. حسن والله شوف الحقيقة مانيش باش نشكك في دراسة يقوم بها معناتها أستاذ مختص في علم الاجتماع، أما نستغرب على خاطر كي نقولوا 12,000 في 8 شهور من ولاية تطاوين اللي سكانها في حدود 160 170,000 مواطن، معناتها نحكيو على نسبة محترمة
تقريبا في حدود 7-8% من السكان يحرقوا. يا اخي هما كلهم متطاولين اللي يحرقوا. هذيك 12000 دراسه في تطاوين. هي التطاوين اللي متعلقه، الدراسه متعلقه بتطاوين. قد هاني قاعد والله حتى نشوف معناها قاعد تشوف في فيديو على الدراسه، نحب نزيد نستفسر عليها على خاطر الحقيقه نستبعد. بعيد على الدراسه اليوم في دقيقه تعليقك اليوم على الظاهره هذيا اللي ماشيه وتزيد عام بعد عام وشهر بعد شهر والمآسي اللي قاعده تصير في وسط العائلات التونسيه. شوف الحرقه والظاهره نتاع الهجره غير الشرعيه كيما الميزان، على قد ما تزيد غير النظاميه. اي حتى غير النظامية صحيح. الحرقة على قد كيما الميزان، على قد ما تزيد في الكفة الفقر والجوع والبطالة والتهميش والحجرة بلغة التوانسة وبرشا الحاجات السلبية هذه الكل، على قد ما تزيد نقولوا احنا الكفة هذه نتاع الميزان ترزن، على قد ما الكفة الأخرى نتاع الهجرة غير النظامية تزيد تعلى من غادي والعداد تزيد تكبر نتاع الناس اللي تحرق. و2022 ظهر لي ارقام قياسيه في الهجره غير النظاميه، اما في علاقه بالدراسه راهو انا نحب نرجع لها على خاطر ما نحبش الناس تتعاطى في خبر ويبدا غير دقيق. معناها انا شخصيا نحاول نتصل به السيد معناتها الاستاذ باش يوضح لنا الارقام كيفاش عملها، خاطر 12 غدوه تعطينا التوضيحات في علاقه بالارقام. نختم بالسؤال الاخير في تيست اكتو. كيف في القصري تم حجز 15 طن من ماده معينه، شنو هي الماده هذه؟ الاسمنت. اسمنت تريتوا الاخبار، انت مركز مع الدراسه سيدي. خليك في الدراسه وخلي الصداره الحذامي اليوم 11 نقطه، برافو حذامي، وقع حجز 15 طن. يا حبيبي وينك؟ لا تصفق عليها لا شيء، كان حسين تصفق عليك يجيب نقطة، عيب عليك والله. براو هذايا راهو صحيت حبيبي ممارسات راهي خير كي ما صفقش خاطر يعرف فما حاجة ما فما شيء. الطفلة جاوبت صحيح وبرافو لها هي، واليوم هي في الصدارة الكابيتانة عندك أنت. حتى باش نقولها نحشم وفاول أسئلة وفاول أسئلة، أربع أسئلة وعندي الحق نختار تيماتيك. هاي نختار اليوم الجوكر توجيه 11 نقطة الحذامي، 10 نقاط الحسين، وسبعة نقاط المراد. شنو هي التيم اللي تختار؟ باش تزيدنا زوج اسئله هكا في التيماتيك. تيماتيك سبور. لا عاد انا ما نفهمش في سبور. اعطينا حوايج سبور. هاي حاجه نفهموا فيها ثلاثه. مش تحب تروح في الصداره؟ يقول لك انا دونس كلاسيك. تحب تروح في الصداره؟ دونس كلاسيك نعطيك سيام بالخوش. في تحب تروح في الصداره؟ قالت لك يعجبك انت غدوه عندك تختار. اختار انا والله لا نفهم في سبور جمله ماني. غدوه اختار انت تيم حديدي اللي ما يفهمش في التطيب. حتى شيء ما نشاركش خاطر بالحق ما نفهمش في سبور، ما نجمش نشارك في حاجه انا ما نفهمش فيها. كل واحد نحكي عليه في الاوف الموضوع كيفاش تستنى. كل واحد عنده جوكر يختار تيماتيك فيها دو كيستيون بونيس، زوج اسئله زايدين هكا ولا اختار غدوه. تحب تختار التطيب؟ تختار نسهل لك حذامي اي حاجه ما نفهموش احنا. على موعد مع الأخبار، وتحية لزملائنا الكل في قسم الأخبار. سينو نرجع لكم في ساعتنا جاية من بغاسولاسي، ما تبعدوش.